ادخل على بنترست ولا ادخل على انستغرام وطالع في الصور، ايش الصور اللي تستهويك تقول يا سلام شوف يا سلام. لو لقيت اكثر شيء في الطبيعة اذا هذا المجال اللي انت تبغاه، اذا لقيت اكثر شيء في الاكل اذا هذا المجال اللي انت تبغاه، واذا لقيته في الناس هذا هو اللي انت تبغاه. نجي للمرحلة اللي بعدها، لقيته في الناس هل في ستايل معين، هنا تيجي تقول لا والله لسه ما استكشفت الستايل تبعي او ما اكتشفت الستايل تبعي، ابغى امشي على اشياء مختلفة. تيجي تقول هذا النوع من الستايل عجبني ابغى اسوي زيه، وتبدا تبحث، تمسك الكاميرا اول شيء وتصور، حتطلع لك غلط غلط غلط، تبدا تسال او تدور على كيف انا اصور حاجه زي دي، وتبدا تتعلم. بعد فتره تبني بورتفوليو معين تحطه في انستغرام ولا اي مكان الناس تطلع عليه، لو لقيت الناس بدات تسال او تعمل لك لايكات او تقول لك والله صوره حلوه صوره جيده ما ادري ايه، هنا بدأت تقدر تقول أنا مصور. ليه؟ لأنه الناس بدأت هي تبدي انتباهها والإنترست حقها في شغلك مو العكس.